الآن بدي أحكي عن موضوع مهم حقيقة، عن احتكاك الركبة. احتكاك الركبة هو شائع عند الرياضيين، يعني المرضى اللي عملهم إزالة غضروف نسبة كبيرة منهم قد تصل 75% بصير عندهم احتكاك على 20 سنة، وبنسب أقل بعد 3 سنوات وخمس سنوات. الآن وإذا ما صار احتكاك ممكن يصير ألام مزمنة. الآن إصابات الرباط كمان نسبة كبيرة بصير عندهم الاحتكاك المفصلي، فهو حقيقة موضوع مكمل لحديثنا. الآن احتكاك المفصل ممكن يسوي آلام، ممكن يسوي تورم، ممكن يسوي تقوس في الساق، كل ما زاد الاحتكاك في الواجهة الداخلية بتميل الرجل للواجهة الداخلية، ممكن يسوي في مرحلة متقدمة محدودية في حركة المفصل. في علاجنا حقيقة في تشخيصنا الصورة الشعاعية كافية للتشخيص، ما بنحتاج الرنين، لا بس لازم يعمل المريض الصورة هو في وضع الوقوف، وإذا بتلاحظوا هون في مرحلة مبكرة، هون في مرحلة متقدمة. إذا بتلاحظوا الفرق إنه بلشت الرجل تميل، الرجل اليسار هون شايف بلش تميل، بمعنى آخر كل ما زادت الاحتكاك زاد التقوس. الآن العلاج التحفظي هو معروف بالأدوية والمسكنات وخافضات الالتهاب والعلاج الطبيعي والتمارين المنزلية، لكن كثير من الأحيان نلجأ للعلاج الجراحي. الآن الهدف حقيقة من العلاج لازم ينحدده، بمعنى آخر في الكبير في العمر هدفنا أنه نسيطر على الأعراض، فإذا كان العلاج التحفظي كافي خلص إذن العلاج التحفظي ما بنعمل له عمليات، لكن إذا كان العلاج التحفظي مش كافي وقتها ممكن نعمل عمليات اللي هو زراعة المفصل الصناعي. الآن زراعة المفصل الصناعي بنعملها في حال استمرار الأعراض للمريض الكبير في العمر ومرحلة الاحتكاك متقدمة. التأهيل منها سريع، يعني بتعافى بسرعة المريض، يعني هذا المريض في اليوم الثالث بعد العملية من زراعة المفصل الصناعي للركب اليسار، شوفوا ايش بيعمل باليوم الثالث، لانه التقنيات الموجوده ايضا كمان بنسميها تقنيات تداخل بسيط، بنعمل توزين كويس للانسجه اللي بيسمح بمستوى حركه دون الم. والان بتلاحظوا كيف راح يثني الركبه، يكون قادر على مد الركبه بعد جزء اخونا زيد الان شايف الثني. هذا بعد عمليه زراعه مفصل صناعي، بعد اسبوعين كان قادر هذا المريض انه يترك العكازه وبيمشي بدون ألم، لكن إحنا دائماً ننصح إنه يضله ماسك العكاز. الآن هذا الكبير في العمر، إحنا الهدف عند الشباب، يعني هل ممكن أنا أعالج هذا الشاب زي ما بعالج هاي الست حتى لو كانت رياضية؟ حتى لو كانت رياضية ما بعالجه بنفس الطريقة. الآن الهدف من العلاج يجب أن يحدد، شو الهدف من العلاج؟ أنا عندي كثير مرضى في العيادة عندهم احتكاك في الركبة، شباب بدهم بس يتسكن ألمهم، مش صحيح هذا الحكي. الهدف انه ليس فقط السيطره على الاعراض وانما الحد من تسارع تقدم الاحتكاك. الان هل هذا ممكن احنا نوقف الاحتكاك او نقلل تسارعه؟ نعم ممكن، اللي هو بجراحه عمليات التقويم بالعظام، واللي مع الاسف الشديد يعني قليل ما تجرى في الاردن، ما في وعي بالنسبه للناس لهي العمليات. الان اللي بيصير انه اللي بيصير عنده احتكاك بيصير رجله تقوس تميل. الآن هذا التقوس كمان بسرع موضوع الاحتكاك. في عندنا دراسات وأدلة علمية أنه كل 4 درجات تقوس بيزيد نسبة الاحتكاك 3 أضعاف، وكل 4 درجات تقوس بتزيد تسارع الاحتكاك من 10 إلى 20 ضعف. بمعنى آخر إذا واحد عنده تقوس صار عنده احتكاك احتمال يتقدم 10 إلى 20 ضعف أكثر من اللي رجله مستقيمة. الآن كيف تشتغل عملية التقويم؟ بروح التقوس، يعني خط الوزن بمر هذا الأبيض خارج المفصل للداخل، لما نعمل تقويم بصير يمر من منتصف المفصل شوي للواجهة الخارجية، وهذا الحكي بيعمل على توزيع الضغط على السطح المفصلي. بمعنى آخر هون في دراسة محل ما كنت في ألمانيا، بروفيسور لوبنهوفر ودكتور يينز أغنيس كيرشنر عملوها على 6 جثث، أظهروا إنه لما إحنا ننقل خط الوزن من زيرو لاين من هون ل 62% بنقلل الإجهاد على الواجهة الداخلية ل 35%، بمعنى آخر 65 راح يصير على الواجهة السليمة. هاي العمليات الآن اللي إحنا بنعملها لاحتكاك الركبة عند الشباب، واللي بتنتج قد تكون ناتجة عن الإصابات الرياضية والإصابات المفصلية. إذن عملية التقويم تعمل على تخفيف الإجهاد على السطح المفصلي، بالتالي راح تخفف الألم وراح تخفف أو تقلل من تسارع تقدم الاحتكاك وتأخر الحاجة للمفصل الصناعي، وهو همنا لدى الشباب. الآن بدي هون في تطور في التقنيات، بحيث إحنا صرنا نعملها أيضا بجراحة التداخل الجراحي البسيط وبتقنية نسميها بايبلينر ببعدين، ونستخدم صفائح خاصة لهذا الغرض بحيث تسمح تحميل مبكر
للوزن بعد العملية. يعني مرضانا نخليهم يحملوا وزن من أول يوم، وأغلب المرضى بثنوا كامل خلال أسبوعين. الآن هاي التقنية اللي إحنا بنعملها في العمليات، ما فيش فيديو. الآن هاي حالة مرضية بدي أعرضها، لأنه حقيقة هذا الشاب عمره 37 سنة، عامل مفصل صناعي، هو مش رياضي، لكن هي حقيقة يعني جيد إنها تنطرح. 37 سنة وعامل مفصل صناعي للركب اليسار، وزنه 124 كيلو. الآن شو بنتوقع من المفصل الصناعي؟ يفشل بعد سنوات. المشكلة إذا فشل شو بدنا نعمل؟ الآن إجاني بهاي المرحلة المتقدمة بده مفصل صناعي، بس ما عملنا له مفصل صناعي. عملت له خطة على الكمبيوتر، شفنا خط الوزن من وين بمر، كان هون، وبعدين عدلنا مسار خط الوزن بعملية التقويم وعملنا العملية. الآن شوفوا كيف كان قبل العملية وشوفوا كيف كان بعد العملية، كيف كان قبل وكيف صار بعد. أول كان كل الضغط أو أغلب الضغط المفصل على الواجهة الداخلية، والآن الضغط المفصل على الواجهة الخارجية اللي هو السليمة. هذا المريض الآن كل اعتماده على رجله اللي ما فيها مفصل صناعي، على هاي اليمين. الآن في عمليات التقويم إلها دور في علاج الإصابات الرياضية، الآن ليس فقط لموضوع الاحتكاك، وهذا التطور يعني لعمليات التقويم. الآن في حالات عدم الثباتية ورح نعرض حالة، وفي حالات اللي هو الاحتكاك وعدم الثباتية، اللي هو زي هون في عنا حالة، هذه لاعبة سلة عمرها 21 سنة ما عندها إصابة، يعني ما في حدث إنه صار وقعت وصار تمزق في الأربطة، لكن صارت تشعر مع الوقت إنه في آلام في الواجهة الخلفية الخارجية للمفصل، وهاي صارت تزيد مع الوقت مع عدم ثباتية. الآن لما شفناها وهي بتمشي في رجلها، إذا ملاحظين مش ثابتة، هلا بترجع الحركة أول خطوة، إذا بتلاحظوا اليمين مش ثابتة، رجلها بتميل. الآن فحصناها الفحص السريري للرباط الخارجي الوحشي، وجدنا إنه نوع الإصابة بنسميها من الدرجة الثانية، اللي إحنا عادة ما بنزرع الرباط لأنه بنخاف إنه يرخي يوصل لهاي المرحلة. إذا ما العمل؟ قررنا نعملها عملية التقويم. الآن عملنا خطة على الكمبيوتر وعملنا عملية التقويم، وكان يعني فتحنا مثلث صغير تقريبا 6 ملي 6.5. الآن شوفوا كيف كانت قبل العملية وشوفوا كيف بعد 5 شهور من العملية راح عدم الثباتية. الآن لما فحصتها حتى بالفحص السريري الأولي اللي عملناه ما في ارتخاء في الأربطة، فكانت المشكلة اللي هو الاعوجاج البسيط اللي موجود في استقامة الساق. هذا حالة أخرى، هذا لاعب كرة قدم اجى لعندي اعمل له رباط متصالب، فوجدت انه مشكلته مش عدم الثباتيه، مشكلته الالم، عنده احتكاك. فعملنا له يعني عمليه التقويم ببعدين، بمعنى اخر انه نخفف الاجهاد على الزاويه او الواجهه الداخليه، وبنفس الوقت نغير انسياب العظم بحيث انه يعطي ثباتيه ضد الانزلاق للامام، وكان كافي، ما بشكي من عدم ثباتيه وراح ألمه. الآن شوفوا باليوم الرابع بهاي التقنيات وقبل إزالة الغرز بعد أسبوعين كيف كان قادر أنه يثني بشكل كامل. الآن في العالم في دراسات على عمليات التقويم ووجدوا أنه إلها سكورينج عالي. الآن شو إذا بتلاحظوا هو جابت سكور عالي 41 بالنسبة للمفاصل الصناعية. في دراسات بتحكي أنه 91% من المرضى كانوا قادرين أنهم يلعبوا رياضة، 68% رجعوا للمستوى الرياضي اللي كانوا قبل العملية. أوكي. الآن عمليات التقويم إذن هي الحل الأمثل لاحتكاك الركبة عند الشباب، بتمكنهم من العودة لممارسة الرياضة، ما بتعمل فقط على تخفيف الأعراض وإنما تأخر الاحتكاك، تقدم الاحتكاك، وأيضا يمكن إجراءها لحالات أخرى مثل عدم الثباتية وحالات الآلام المزمنة بعد إزالة الغضروف الهلالي.